الآن مشاهدينا إلى موضوع آخر. كنا شفنا كامل مؤخرا على السوشيال ميديا قضية المصممة حفيظة بريكي وشركة نيكسوس هي الأخرى راهي في أروقة المحاكم. طبعا خلال هذه الحلقة راح نعرض لكم البعض من التفاصيل، نتابعوها ونرى. محمد أمين ميريين صاحب شركة نيكسوس كور المنظمة للأيام الدولية للباس التقليدية، المصممة حفيظة بريكي بالنصب والاحتيال وتشويه سمعة الشركة بصفتها رئيسة هذه التظاهرة، وبسبب عدم استرداد مستحقاته المالية وتقديم وعود كذبة في المهرجان المنظم في الجزائر شهر أكتوبر الفارط. يعني الحاجة كي ديكلونشي هاد الحرب هادي كامل، علاش؟ لأنه احنا سمعنا هاد الرب اللي عطاونا 400 مليون باش ننظموا المهرجان، يعني حاجة ضحكتنا بزاف، لأنه احنا إلى غاية هاد الخطرة الوقت حصلنا على 283 مليون. بصراحة احنا وبشفافية يعني كاملة، الايفنت الاجونس حطت 110 ملايين يعني اضافتها للبيجي باش نقدروا يعني نجيريو هادوك لي دو جور دو ليفانمون اللي كان حفل كبير واللي راهو رايح يجوز في الشروق ان شاء الله، والناس تشوف يعني مدى الحفل كان كبير، يعني طلب امكانيات كبيرة. فاحنا تفاجأنا، يعني ما تفاجأناش في الاول باسكو كنا باغ اون غولاسيون دو كونفيونس، يعني نخدمو ما كناش نخدمو بالورق ولا سي افي اون كونفيونس بيناتنا، اي ما سنيناهاش حتى تجيب لنا المبلغ الاجمالي، بدينا نخدمو بدراهمنا حتى نتفاجئوا بالهضرة تاع نيكسوس سي دي زيسكرو. ابا بيسك نيكسوس سي دي زيسكرو، نيكسوس يطاكيوك في الشرع ونشوفوا شكون لي سكرو في الحكاية. في وقت سابق كانت نشرت الشركة المنظمة في صفحتها على الفيسبوك أنها انسحبت من تنظيم هذا المهرجان المقرر تنظيمه الشهر المقبل في مصر بعد إلغائها كل العقود الصادرة بينتهم، موضحة أن القضية في يد العدالة للفصل فيها. المنظم سفيان حجار هو الآخر اتهمها بالاحتيال والنصب على ضيوف التظاهر المصريين اللي كانت رايحة تخلق أزمة دبلوماسية. دارت لنا مشكل كبير مع الضيوف المصريين، مشكل اللي قدر كان ممكن أنه يدير حتى أزمة دبلوماسية في وقتها حتى لو صغيرة، بالكذب عليهم بالذات تقول لهم أروحوا الجزائر راح نعطيكم أفخم تليفونات آخر طراز في التليفونات ونعطيكم سناسل ذهب، باش كيجي الوفد المصري يلقى تليفون دون ذكر الاسم يعني دون المستوى شارينه من بلفور تليفون كما قالوا هما الضيوف، قالك صناعة صينية، ثم حتى هما عرفوا التليفونات هذه ما عندهاش قيمة وتعطيهم سناسل فالسو ماهيش حتى ذهب. وهذا ما أغضب بزاف الضيوف المصريين وداروا شوطرة كبيرة لولا تدخل الشركة المنظمة اللي قدرت تهدئ من الأمور وتحكمت في السيطرة، سيطرت على الوضع قبل ما تكبر، لأنهم هما كانوا حيديروا شوطرة كبيرة إعلامية وانتم تعرفوا الإعلام المصري كيف بدأ يهجم على حاجة ما يطلقهاش. أنا جو في بارتي دو لا فامي دو نيكسوس، من نهار بعد ما فات المسابقة تاع بنتي دخلت معهم في الفاميليا، سي دي بيرسون ولات فاميليا دو كونفيونس، على بالي شاني نهضر ماشي تاع لي يهضروا بلا ما عندهم الوثائق ولا دونك. هاد الحكايه كان ما كاينه منها كيما يقول لك وصلت اكزاكتومون في هاد الحكايه، وما ندخلش بزاف روحي هادو تخصهم يعني، مي شتي لي يقول لك بالمصريه قاتل قاتل ويمشي بجنازته، هذيك هي دونك اللي دار حاجه يخلصها، عندنا عداله وعندنا وثائق وعندنا شهود والستيليت كاع راهم مع نيكسوس دونك كل ميرغان تو سامبلومون. مالوروزمون هذه هي، الواحد كيدير حاجه توجور يخمم لبعيد، تخمي لي كونسيكونس بلي كي حد ديري حاجه هذيك لي كونسيكونس توزنيها، ماشي غير ديري بلا ما تخمي، باسكو عندنا عقل ربي عطانا عقل باش نخمو، ما نهضروش ثاني تلسان ما في عظام، قبل ما واحد يهضر يدور لسانو سبع خطرات باسكو تدور عليك الهضره. لي ميساج واعرين. وي يقول لك هذه هي سي سا، هذه هي سي اكسبيريونس. وبعد ما خرجت القضيه للعلن قررت حفيظه بريكي انها تنشر عبر صفحتها على الفيسبوك منشور يخص القضيه، وصرحت فيه انه من حقها تغيير الشركه المنظمة وأنها تفضل الاحتفاظ بحق الرد وعدم الدخول في التفاصيل. وبما أن القضية ما زالت غامضة لحد الآن راح نوافيكم بتفاصيل أكثر عنها في الموضوع بالذات. ماذا بيان عاود نرجع شوية إلى كرونولوجيا الأحداث باش الناس شوية تفهم القضية كيفاش بدأت. يعني كان هناك الأيام الدولية للباس التقليدي كانت أقيمت في
أكتوبر من السنة الماضية، وصار مشكل بين حافظ أبريكي وبين شركة نيكسيوس المنظمة. المشكل يعني حسب مصادرنا الخاصة قال لك أنه حافظ أبريكي كانت اتصلت بإحدى المنظمات، منظمات الحفلات في مصر، قالت لها باللي يعني راح نقترح عليك باش تخدمي معنا وراح نخلصوك بمبلغ، نعطوه لك كاشي قيمته 2600 دولار، وباش تعطي يعني باش تجيب لها الضيوف اللي هما نجوم مصريين، وهو مقابل انه كي يجوا لهنا للجزائر راح يلقاو عندهم هدايا من بينها هواتف نقاله ذكيه من اخر طراز، وسلاسل تاع ذهب كيما نقولوا احنا بالعاميه لضيوف الشهر اللي جاوا من مصر. بعدها يعني كي جاوا الضيوف لهنا للجزائر ريتو بداو يطالبوا وراهم الهدايا اللي وعدتونا بهم. المشكل انه حفيظ على حسب المصادر دائما نعاود نقول يعني انا مانيش متاكد من الامر، ولكن على حسب شهم وشوي دور في الساحه راهم يقولوا انه حفيظ ابريكي جابت لهم هواتف صينيه وليست اصليه، والسناسل ما كانوش تعدها بالامر اللي خلى الضيوف شرف تاع مصر ينتفضون، وحتى استدعوا يعني استدعوا سفراءهم هنا في الجزائر، وكاد الموضوع انه ما يبقاش غير هنا بك، كاد في أن يتسبب بقضية دبلوماسية بين البلدين.